السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله الأربعاء مكملين مع بعضنا يا ولاد حل اختبارات ملحق جيم للصف الرابع. النهاردة معانا الفيديو التالت وآخر فيديو في حل الملحق. الأول حلينا من صفحة 6 لصفحة 27، كانت اختبارات على الوحدات. بعد كده بدأنا بقى في اختبارات حل الاختبارات. حلينا من الاختبار الأول الاختبار الخامس في الفيديو اللي عدى، والنهاردة معانا الاختبار السادس والسابع والثامن، وكمان عندنا اختبارين الازهر برضه. النهارده معانا ايه الخمس اختبارات اللي فاضله، كلهم 10 اختبارات. حلينا خمسه الفيديو اللي عدى والخمسه التانيين النهارده، صفحات من 38 ل 47. وزي ما قلت في مواصفات الغلط في الامتحان، في السؤالات الاسئله اللي اتحذفت انا بقول لك السؤال ده اتحذف، واحنا منزلين حركات فاينل ريفيجن موجوده دلوقتي على القناه يا ولاد باحدث المواصفات، بننزل امتحانات متوقعه باحدث المواصفات موجوده، كل ده في قائمه تشغيل الصف الرابع، دوروا عليها هتلاقوها. تعال نشوف اكزام 6. اول سؤال اتحذف listen and write true or false، مش هيجي لنا كده. سؤال الاستماع مش هيجي صح وغلط، هيكون listen and choose، بيجيب لك سؤال ايه اختيارات، تمام؟ فده هتلاقيه في حلقات الفاينل ريفيجن اللي نازله على القناه. السؤال الثاني موجود في الامتحان اللي هو سؤال الاختيارات، choose the correct answer from A B C or D. بيقول لك she carried a نقط to open old radios، معاها ايه بتفتح بيه الراديوهات القديمه، بلوكس مكعبات ميجر تيب او تيب ميجر اللي هو شريط القياس، سكرو درايفر اللي هو ايه المفك، ولا فون هاتف. طبعا هي معاها ايه مفك. نقط ار هانا سويس العاب هانا زيس ولا زيس ولا زات ولا زان. طب دي ار يبقى عايزه اسم شهر جمع، يبقى زيس. هؤلاء العاب هانا. نقط اكسبلينز هيستوري تو ذا تورستس، مين بيشرح التاريخ يا اولاد للسياح، جايد المرشد ولا فارمر الفلاح ولا فيشرمان الصياد ولا لايبرير امين المكتبه. طبعا انا بشرح التاريخ للسياح ده مين يا ولاد، الجايد اللي هو المرشد. كامل زار اميزنج الجمال مذهله. نوت ذي كان جيت انجري تغضب، سو لذلك اور او اند و بط، طبعا بط مذهله بس عندها صفه سيئه اللي هي ايه انجري تغضب بسرعه. السؤال ده برضه موجود في الامتحان، اذا كان بليز ذا تيكس ويز وردس ان ذا بوكس، هيت اللي هي الايه الحراره او يسخن، هوفز اللي هي الحوافر، انسكتس حشرات فوكسس، ذا فينك فوكس ثعلب الفينك ليفز ان ذا ديزرت تعيش في الصحراء، اتس سمولر ذان اذر فوكسس انها اصغر من الثعالب الاخرى، اتس ايرز اذنيه ار بيج ريلي بيج اذنيه كبيرتين، ذا فينك فوكس نيدز ذا بيج ايرز تو هير محتاج يسمع بها ايه يسمع بها الانسكتس الحشرات. And small animals الحيوانات الصغيرة during the day أثناء النهار it's hot in the desert الجو حر في الصحراء the fox loses from its ears بيفقد يا ولد يفقد الحرارة من ايه مش قلناه read and match ده كده السؤال ده كده مش موجود اتحذف سؤال قطع موجود there are many workers than or that made our school في عمال كتير صنعوا مدرستنا، ذا بلامرز السباكين كونكت ذا بايبس وصل المواسير سو ذات وي هاف ووتر وبكده ايه لدينا ماء، ذا الكتريشنز الكهربائيين كونكت الكتريسيتي وصلوا الكهرباء سو ذات وي كان يوز لايتس وبكده بنستخدم الايه الانوار او الاضواء، كلينرز عمال النظافه كيب ذا سكول كلين بيحافظوا على المدرسه النظيفه، ذا باس درايفر سايكل اوتوبيس برينج يحضر تشيلدرن تو سكول الاطفال للمدرسه، The garbage collectors جميع القمامة take away our garbage ويعيدوا ايه القمامة الخاصة بينا، The mechanics الميكانيكيين fix the cars and buses that bring the children to school بيصلحوا السيارات والاتوبيسات الباص للطلاب المدرسة. سؤالين اختيارات سؤالين بنجاوب عليهم، We need not to connect the pipes محتاجين ايه عشان نوصل ايه المواسير، الباص درايفرز اللي هم مين سواقين الاتوبيس ولا ميكانيكس الميكانيكيين ولا بلامرز السباكين ولا جاربيج كليكترز كليكترز، مين اللي هيوصل يا ولاد المواسير؟ طبعا السباكين بلامرز، الكتريشنز الكهربائيين كنكت بيوصلوا سو ذات وي كان هاف لايتس بيوصلوا بايبس مواسير ولا الكتريسيتي كهرباء ولا بس اتوبيسات ولا جاربيج، طبعا يا ولاد الكهربائيين بيوصلوا ايه الكتريسيتي. طيب واي لماذا؟ ار كلينرز امبورتنت بيعملوا ايه؟ ذا كلينرز keep the school clean لأنه بيحافظ على المدرسة ايه نظيفة. طيب what do mechanics do الميكانيكس بيعملوا ايه؟ the mechanics fix the
كارز اند باصص بالصلاح الاتوبيسات والايه والسيارات دي كده فور. السؤال ده اتلغى الترتيب. سؤال البانكتوشن موجود اللي بتاعت علي اول كلام بيقول لك علي's father work in the farming industry يعمل في الزراعة. حط نقطة. write a paragraph of about 24 words using the following guiding elements عن ايه the desert habitat البيئة الزراعية خدناها في الوحدة التالتة بتاعت النباتات. اتكلم عن البيئة الزراعية ان هي ما فيهاش ايه زرز انه ماتشرين ما فيهاش مطر كتير والاولى انواع النباتات اللي عايشة فيها ده موجود في كتاب الشرح الكبير في نهاية الوحدات بيد نمبر 40 اختبار السابع. you choose the correct answer from A, B, C or D. the park is not the school and the hospital. عندي مكانين وبينهم and يبقى انا عايز حرف الجر الخاص بالمكان مين next ما تنفعش ما عنديش to between بين under تحت front of ما تنفعش عشان ما عنديش ان يبقى between. اول ما الاقي مكانين وبينهم and ناخد بين على طول يا ولاد ناخد بين between يبقى الحديقة بين الايه المدرسة والمستشفى. your bike السيارة الدراجة سوري is still dirty ما زالت متسخة. you need to not it محتاج ريكلين تعيد نظافتها. redo يعيد فعل remake يعيد صناعة repaint يعيد دهان طبعا ريكلين يعيد نظافة. you can only put not in sockets يمكن ان تضع فقط ايه في المفاتيح الكهرباء. with hands يد مبتلة plugs الفيش lightning اللي هو البرق ولا سكرو درايفرز اللي هو ايه المفكات. طبعا محتاج تحط ايه في المفاتيح الكهرباء يا ولاد البلاك الفيشه. ميل كاريرز ساع البريد نوت اول داي اند جيت ا لوت اوف اكسرسايز بيعمل ايه طول النهار. ووكس ولا تو ووك ولا ووك ولا ووكينج. الميل كاريرز ساع البريد طبعا ايه ووك اول داي. ريد اند كام بليز ذا تيكس وذ وردز ان ذا بوكس كلوث قماش بوت خشب هاوس بوتس اللي هي ايه القارب سطح قارب بالكون البلكونه. different people like different things الناس المختلفين وبيحبوا اشياء مختلفه. that's why they like to live in the different places بيحبوا يعيشوا في اماكن مختلفه. some people live in apartments ان الناس بتعيش في الشقق والزير فاميلي مع العيله. apartments are usually with a big دايما بيكون فيها big ايه ولا big balcony. some people بعض الناس love living on the water بتحب تعيش على سطح الماء. they live in small بيعيشوا في small ايه ولاد small boat houses house boats سطح قارب. some people live in the tent الناس بتعيش في الخيمة in the desert في الصحراء. it's made of cloth مصنوع من القماش. My name is Samir أنا اسمي تامر. I can't decide لا أستطيع أن أقرر. What I want to be ماذا أريد أن أكون when I grow up لما أكبر. I want to be a garbage collector أنا عاوز أطلع جامع أي قمامة. To clean the city عشان أنظف الإيه المدينة. But I will be outside all day هكون بالخارج طول النهار. And it may rain وممكن تمطر. It may rain. I will get wet وهبتل. My brother wants to be an electrician عاوز أطلع كهربي. He likes to connect electricity بيحب يوصل كهرباء. So people can use lights easily لكي يستخدم الناس الايه الاضواء بسهولة. My dad is a mechanic بابا ميكانيكي. He works in the repair shop يعمل في ورشة الاصلاحات. He fixes مين ده my father او my dad بيصلح الكارز والباصز that bring children to school اللي بيحضروا الطلاب للمدرسة. An electrician connects اللي كهربائي بيوصل pipes ولا electricity ولا garbage ولا بلانت الصابون كهربائي يبقى ايه كهربا. هي تعود على مين يا ولد الفيلز تو تامر ولا تامر ذا براذر تامر ذا داد طبعا دي الصح. what are the cons of being a garbage collector جامع القمامة ايه العيوب بتاعته. I want to be a garbage collector هي دي. I will be outside all day and may it rain
it rain ممكن تمطر I will get wet وهبتل، يبقى ده عيب اللي يا ولاد الgarbage collector. وير أين؟ وير داز سامر زداد ورك؟ بابا بيعمل فين؟ هي وركس ان ذا ريبير شوب، يعمل في ورشة الإصلاحات، يبقى دي فور، يعمل في الورشة. اي كابيتال بانكتويشن. اي ووك تو سكول افري مورنينج، جملة. ريت ا باراجراف اباوت ايه؟ يوزنج الكتريسيتي سيفلي، استخدام الكهرباء بأمان. طبعا خدناها في الوحدة بتاعة الكهرباء، no way never touch anything electrical with wet hands، ويقولي don't put anything in the socket only use plug، نستخدم الفيشة فقط. هتلاقي برضو عندك في الدرس اختبار التام. I can sit and watch TV in the، أجلس وأشاهد التلفزيون في باث روم، في الحمام، بلكوني، بلكونة، كيتشن، مطبخ، وليفينج روم، طبعا في الليفينج روم غرفة المعيشة. What is the knot؟ It's my tape measure. طيب ده حاجة مفردة، أقول this ولا they ولا this ولا that، طبعا أي what is this ما هذا. فرح loves the cakes، بتحب الكيكة، she never eats candies، لا تأكل الحلوى أبدا، طبعا أي but. read and lotus flower، الجريد و lotus flower. grow near and lakes، rivers and lakes، يمر بجوار الأنهار والبحيرات. didn't come please the tickets with windows in the box، درايفر سائق، listen يستمع إلى، electrician كهربي، cleaner عامل النظافة. we should show respect to the people around us، يجب أن نظهر الاحترام لمن حولنا. I respect the knot، I don't throw trash on the street، بحترم مين مش بيعمل كومة على الأرض، بحترم الكلينر عامل النظافة. طيب I respect the teacher، أحترم المعلم. I listen to him carefully، أستمع إليه إيه بحذر. I respect the bus driver، بحترم سائق الأتوبيس. I say thank you when I get off the bus، وأنا أنزل بقول له شكرا. I respect the librarian، I put books back on the shelf، أحترم أمين المكتبة وأعيد الكتب مكانها على إيه يا ولاد؟ على الرف. القطعة ريم جيزلز لوك فيري بيوتفول، تبدو جميلة جدا غزالات الريم. زي ليف ان ذا صحارى ديزرت، بيعيشوا في الصحراء الكبرى. اند زي ووك راوند لوكينج فور جراس، ويتجولوا، يتجول يعني ايه ووك راوند، بيبحثوا عن الجراس والليفز اند بلانت سويت. قال لك زي هاف بيج ايرز، لديهم وزرين كبيرتين، اند لونج هورنس، وقرون طويلة. زير هورنس ار فروم 30 تو 20 تو 30 سنتيمترز لونج، القرون بتاعتهم من 20 لـ30 سنتي. قال لك زي هاف يلو وايت كورس، لديهم ايه فرو ابيض فاصفر، which protect them from the sun، بيحميهم من الشمس، يحمي protect. قال لك like camels، مثلهم مثل الجمال. they don't need to drink a lot of water، مش محتاجين يشربوا ميه كتير. الريم جيزلز weigh around 30 كيلو جرام، حوالي وزنها 30 كيلو جرام. and they can live up، بيعيش 14 سنه 14 years. like not ريم جيزلز don't need a lot of water، like ايه horses ولا camels ولا crocodiles ولا spiders، طبعا زيها زي الجمال مش بيشربوا ميه كتير. الريم جيزلز غزالات الريم نوت بروتكت ذيم فروم ذا صن، عندهم ايه بيحميهم من من الصن. هورنس كرون، فيت اقدام، ايرز وزنان، ولا كوت الفروه، طبعا عندهم فرو. وات دو ريم جيزلز ايت، بياكلوا ايه يا ولاد؟ قال لك جراس ليفز اند بلانتس، العشب، اوراق الاشجار والنباتات. هاو ماتش دو ريم جيزل واي، كم وزنها؟ قال لك الوزن اهو around 30 كيلو جرامز، حوالي ايه 30 كيلو جرام. السؤال الرابع life is good in دمياط، ودي بتاع دمياط لان نقطة محطوطة. اتكلم على farmers in Egypt، الفلاحين في مصر. ده موجود عندنا، بينتجوا ايه وبيربوا ايه في الوحدة الاولى يا ولاد؟ في الوحدة الاولى، وكله عندك في كتاب الشرح. اختبارات الازهر بقى، يبقى الاختبار الرابع النهارده خاص بالازهر. عندنا اول سؤال، سؤال استماع، listen and choose a correct answer. النص بيقول لك Egypt is a very big country، دولة كبيرة جدا. many foods come from Egypt، مصر بتنتج اطعمة كتير. Egyptian farmers produce many foods
and they raise animals وبربوا الحيوانات. Many foods come from ايه يا ولاد؟ From Egypt. Egyptian farmers اللي بيربوا ايه يا ولاد؟ بيربوا الايه؟ ال animals الحيوانات. نكمل الفراغات، بيقول لك ايه ده؟ نكمل ذا دايلوج. بيدروم غرفة نوم، كيتشن مطبخ، روم غرفة. المام بتسأل what is your favorite room؟ هي الغرفة المفضلة. قالت لها فورمي بالنسبة لي it's the ايه؟ living room. لا لا cook delicious food. It's the bedroom. البنت بتحب البيدروم. سألت مامتها بتقول لها ايه؟ What about you mom؟ وانت يا ماما ايه المكان اللي بتحب تطبخ فيه الطعام؟ طبعا ايه؟ الكيتشن. يبقى البنت بتحب البيدروم وامها بتحب الكيتشن. قطعة I am مازن، انا اسمي مازن. I am in grade 4، انا في سنة رابعة. My favorite sport is basketball، رياضتي المفضلة هي اللي هي الباسكتبول. I am in a wheelchair، انا قاعد على كرسي متحرك. انا في فريق ايه؟ wheelchair basketball team at school، فريق الباسكتبول على الكراسي المتحركة. We practice 4 times، بتمرن 4 مرات every week في الاسبوع. I drink cola، انا اشرب الكولا. But I want to drink more water، لكن ايه؟ اريد ان اشرب الكاسين من الماء. I don't play video games، مش بحب العب العاب الفيديو. Because I am very busy، لان ايه؟ مشغول جدا. I eat healthy food، باكل طعام صحي. I eat vegetables، باكل خضار and fruit. I play basketball in the park. I play with my friends. مازن is in grade ايه ولاد؟ 4 في سنة رابعة. He likes السبلي، بيحب يلعب ايه؟ basketball. He can't ايه؟ هو قاعد يا ولاد على كرسي متحرك، يبقى هي كانت ووك لا يمشي. هي كانت ووك. هي wants to drink more ايه؟ يعني نفسه يشرب ايه اكتر؟ to drink ايه؟ more water، مياه اكتر. هي بلايز باسكت بول وذ هيز فريندز ان ذا، بيلعبوا فين يا ولاد؟ ان ذا بارك، في الحديقة. تعال نختار. I sleep in a big ايه؟ ده اللي بنام فيها في البيدروم. سارة eats lots of vegetables، بتاكل خضار كتير. She exercises daily and وتتمرن يوميا. Keep the school clean، وحافظ على المدرسة النظيفة. مين ده يا ولاد؟ الكلينرز، عمال النظافة. Not is the cat it's under. Under ده حرف جر خاص بالمكان، أسأل على المكان بإيه؟ بأين؟ وير. We can put the nut in the soil to grow new plants، بنحط إيه في التربة يا ولاد؟ بنحط seeds، البذور. My friend lives on a house board، صديقي عايش على سطح قارب. Farmers work in the farming industry، في صناعة الايه؟ الزراعة. Where is the shopping mall؟ أين مركز التسوق؟ Roses are the most colorful flowers، الزهور أكثر الايه؟ الورود أكثر الزهور جمالا. اختبار التنين الأزهر بيقول لك سما is in grade 4 في سنة رابعة. سما's father is a fisherman، بقى صياد. He sells his fish in the market. سما's dad is a fisherman. Sells fish in the market. Eat ياكل ليزرد الصحراء، ليزرد السحالي. Finnick foxes live in the desert، في الصحراء. What do they eat؟ بياكلوا ايه؟ They eat insects و small lizards و mice، فئران صغيرة. القطعة habitat البيئة is a place where living things live and grow، البيئة مكان يعيش فيه الكائنات الحية وتنمو. Plants live in different habitats، تنمو النباتات في بيئات مختلفة. First there is agricultural habitat، في بيئة زراعية. Farmers work there، يعمل فيها الفلاحين. They grow food for us، where بيزرعوا الطعام لكي ناكله. Orange trees، أشجار البرتقال. And bean plants، ونبات الفول. grow in the agricultural habitat، ينمو في البيئة الزراعية. Plants can also grow near rivers and lakes، ممكن تنمو النباتات جنب الأنهار والبحيرات. Plants that grow there need much water، محتاجة مية كتير to grow، زي من اللوتس فلاور والجريت فلاور. near grow near rivers and lakes. Tamarisk and acacia
تريس الصمت العربي والأكيشة والأقحوان بينمو فين يا ولاد؟ بينمو فيه صمت العربي يا كيشة وتمرس كلينا حتى الأغصان بينمو في الديزرت في الصحراء. بلانتز ذات جرو ان ذا ديزرت دونت نيد ماتش ووتر، واي نبات عايب بينمو في الصحراء لا يحتاج مياه كثيره. بلانتز جرو ان ديفرنت يا ولاد هابيتاتس، في بيئات مختلفه. فارمرز ورك ان ذا اي اجريكالتشرال هابيتات، في البيئه الزراعيه. اي بلانتز جرو وير فارمرز ورك، نباتات تنمو حيث يعمل الفلاحين في البيئه الزراعيه. طبعا البين بلانتس. لوتس فلاورز اند ريد بينمو فين يا ولاد؟ ريفرز اند ليكس. بلانتز ذات جرو ان ذا اي ديزرت دونت نيد ا لوت اوف ووتر، مش محتاجه ميه كتير. ماي نيو ابارتمنت، الشقه الجديده. هاز ا فيري بيج اي بالكوني، فيها بلكونه كبيره. سنيكس ان كروكودايلز ار ريل اي ولاد دينجرس، حيوانات خطيره. ذا سيد جيرمينيتس، البذره تنبت. اندر ذا سويل اند جرو روتس، الجذر بيكون فين يا ولاد؟ تحت التربه. وي جرو او وي جو تو ذا نوت when we are sick، عندما نمرض. مريض سك بيروح فين؟ بيروح المستشفى hospital. علي is a student in the class، ذا طول السل أطول. الريوردر garbage collectors collect garbage، عمال النظافة بيجمعوا ايه القمامة. how long do fennec foxes live، الفينك فوكس بتعيش قد ايه؟ كاملز ار نويزير زان هورسز، الجمال اكثر ازعاجا من الخيول. وي جو تو ذا سوبر ماركت تو باي فود، عشان نشتري الطعام كده. يا ولاد بفضل الله نكون انتهينا من حل اخر 5 اختبارات في ملحق جيم. ده الفيديو التالت، كان عندنا باقي الاختبارات بتاعة التربية والتعليم السادس والسابع والثامن، وحلينا كمان 2 للأزهر، يبقى كده 5 بتوعات النهاردة. أي حاجة محتاجينها موجودة في قائمة تشغيل الصف الرابع. في انتظار دعمكم المستمر بلايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناة. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.